الحباب، السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا ربي الكريم. في هذا الفيديو غنهضروا ثاني على الانديغو، ولكن ما غنهضروش على الانديغو، غنهضروا على بديل الانديغو. البودره كاينه في المغرب تتغطي الشيب بطريقه مزيانه، بطريقه فعاله، بطريقه خطيره، بطريقه واعره ورخيصه عندكم البنات في المغرب. انا هاد الانديغو ما درت عليه الفيديو، دخلوا عندي البنات وقالوا لي البنات صيفطي لينا الانديغو. البنات ما يمكنش انا نصيفط شحال من بنت لان الطقم القضيه غاليه، ما نكذبش عليكم. اما انا سافرت لها، من قلت انا كنت صيفط لواحد السيده، صيفط لها واحد الكارطونه، صحاباتها كانوا بغاو، ولكن صيفط انا غير صيفيطه وحده من فرنسا للمغرب، وهي فرقت لصحاباتها، بينها وبين صحاباتها. ولكن احبابتي ما نكذبش عليكم، ما نقدش نصيفط كل وحده بوحدها. المهم باش نكونوا واضحين، لان البنات قالوا لي فضيله صيفطيه لينا ونخلصوكي، راه ماشي قضيه الخلاص، رانا السيده اللي صيفطوا ليها كما تنقولوا ربحت معاها غير شي شويه، يعني ما اصلا معرفه، وصحاباتها داروا واحد لا كوموند كبيره وصيفط لهم بحال تقول انا تسخرت ليهم. اما ما نقدش صاحبتي احباباتي نصيفط لكل وحده فيكم، لان ما عرفاش لو سيستيم، يعني خاصني نصيفط انا ساك، خاصو يمشي كله وحده تشد وتفرق، وانا ما تنعرفش كيفاش تخدم امانه تما في المغرب، ما تنعرف والو. انا اللي عليا السيده اللي كانت اللي تتعرفني قالت لي فضيله بغينا 30 كرتونه، شريت لها 30 كرتونه وجمعت هذوك الكراتن وصيفطوا ليها مع واحد السيده في الكار ومشى للمغرب وهي دبرت راسها. المهم هي خلصتنا وهي دبرت راسها مع البنات الاخرين. المهم ما علينا، نرجعوا لموضوعنا تاع الانديغو. البنات اللي كانوا في المغرب وما لقاوش هذا الانديغو ولا جاهم غالي، نقرب لكم. المهم هاد الانديغو نحط لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف، نحطو لكم باش تعرفوا مزيان كنت شارحه في هاد الانديغو، كنت درتو واحد مؤخرا، المهم درتو 3 شهور هادي واقيله. المهم البنات اللي بغاو يصبغوا الشعر بالكحل ويغطي ليهم الشيب ويخرج لون زين وصحي، جبت لكم واحد العشبه كاينه في المغرب ومعروفه كركوبه، معروفه كاينين شي وحدين تيطحنوها وكاينين شي وحدين تيقلوها. هاد العشبه سميتها العفصه، العفصه معروفه في المغرب تتغطي الشيب، صباغه طبيعيه خطيره، شحال من وحده تخدم بها وكاينين بزاف البنات ما تيعرفوهاش. انا اختي تخدم بها، واحد السيده رجاء صحيبتي تخدم بها، تنعرف شحال من مراه تخدم بالعفصه لانها رخيصه. العفصه راه تشري غير 5 دراهم وتتغطي لك الشيب. هادي في المغرب تتباع لي عندكم غالي، هاد الانديغو 50 غرام تيتباع عندكم 100 درهم، هنايا هاد الانديغو تيتباع عندنا 250 غرام تيتباع عندنا ب 4.50 €. فهمتوني؟ يعني من الاحسن البنات اللي في المغرب يصبغوا بالعفصه. انا هنقلب الكاميرا وهنوريكم كي دايره العفصه وهنشرح لكم احبابات. والله العلي العظيم لا العفصه خطيره. هاد العام كما شفتوا راني ما هبطتش المغرب على قبل اللي هادشي هادشي اللي جاري في لاكريس سانيتير وهاد المشاكل والمرض وداك الشيء، ما قديش نهبط المغرب. ولكن حبيبي احباباتي والله العلي العظيم المره الجايه هبط المغرب غنصبغ لكم بها شعري وهتشوفوا كي تتخرج لون. المهم انا ما تنخدمش بزاف بالكحل، يعني هاد لا بودغ تنخدم بها معايا القمره مره، اما انا تنخدم بالقشور القرقاع، تنصبغ بزاف قشور القرقاع لان تنبغي اللون يكون قهوي. وانا هاد اللون اللي عندي البنات كراميل، مارون كراميل، مارون كراميل فوالا. المهم غنقلب الكاميرا وغنوريكم العفصه، سميتو حبوب وسميتو ومدقوقه بواحد الطريقه واضحه ومزيانه. الحباب ها هي العفصه، العفصه كركوبه دايره بحال سميتو بحال لينوا، المهم بحال هكذا دايره. و
ها هي مطحونه في الكحل، يعني مول العطاره تقولوا لي العفصه، اما يعطوها ليكم يعطيها ليكم مطحونه، ولا يعطيها ليكم كركوبات تشدوها تحمروها فوق المقله وتسميتو تصهدوها وتطحنوها، وكاين اللي تيشدوها تيقلوها في الزيت شي شويه وتطحنوها. المهم ها هي اللي مشيتو عند العطار قلتوا لي العفصه راه معروفه، تقدو تخلطوا معاها شي شويه تاع الحنه، ولكن العفصه تكون اكثر من الحنه، يعني اللي درتو معايا القاع تاع الحنه هديرو جوج معالق كبار تاع العفصه، فوالا ما تخلوهاش ثاني واحد 6 سوايع ولا 7 سوايع اللي تباتوا بيها، لا تتخلوها واحد ساعتين 3 سوايع والله يجعل البركه، وتخلطوا معاها حتى هي الزيوت وتخلطوا معاها شحال من حاجه. العفصه وريتها ليكم، يعني اللي مشيتوا عند العطار هتقولوا ليه عطينا العفصه تترقم تتقام رخيصه، سمحوا لي العربيه تتلف تتخالطوا ليا كل شيء تتخربقوا لي الحروف بعد نوت والله لا تتخربقوا ليا. ما علينا حباباتي، العفصه تتصبغ الشعر بواحد الطريقه واعره، ما تخلوهاش حتى هي بزاف واحد ساعتين كما قلنا وحيدوها، بغيتو تخلطوها مع الحنه خلطوها. المهم انا الاغلبيه تاع البنات اللي تنعرف ما تيخلطوا تيكثروا العفصه وتيقلوا من الحنه، زوينه واحد المساله تترطب الشعر بحال تقولي ازاز، عرفتوا هذاك الازاز اللي تيرطب الشعر تتصبغ وتترطب الشعر تتخلي الشعر تيحمق حباباتي. المهم لانديغو زين بالنسبه للبنات اللي قدو يلقاو حتى هو غزال بيان سور، لانديغو حتى هو تينشف الشعر، العفصه ما تتنشفش الشعر، هذا هو الفرق ما بين لانديغو وما بين العفصه، العفصه تتخلي الشعر حرير، ولانديغو ضروري مره مره تديري لي ماسك باش لانه تينشف الشعر. انا هنقرب الكاميرا مره اخرى باش نوريكم، لانه شحال من وحده ما تتعرفوش هاد لانديغو. المهم انا صراحه لله ما تنصبغش بشعر كحل، ما تعجبنيش، ما عرفت نقد نتبدل كلشي تيتبدل، المهم انا تيعجبني شعر قهوي. حبيباتي خليت لكم الصحه والعافيه، نتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه، خلوا لي لايك وخلوا لي تعليق، ومرحبا بكم عندي في انستغرام، مرحبا بكم الف مرحبا، واللي بغى يبيع لكم لانديغو في المغرب غالي بزاف ما تشروش، شروا العفصه كل واحد يشري على قد جهده. المهم انا جبت لكم البديل تاع لانديغو راه هو هذاك العفصه، بغيتو تشرو دبروا راسكم، ولكن العفصه راه نفسها تاع لانديغو، العفصه تترطب وهذا راه تيوقف الشعر مره مره. خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، وكما قلت لكم مرحبا بكم عندي في انستغرام، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.